هاي الخطط الأموية تحشيد ضد واحد، بحيث إذا مشى بالشارع يلعنوه لهالحد. لكن أنت شنو شايف منه؟ القد ما أكاذيب ودعايات وكذا وشي، ما يعجبك الجماعة الفلانية؟ هذول يبوبون فلوس، ذول الفلوس خاسة بسراديبهم، ذول الفلوس كذا، ذول أفرض كذا بساتين كذا قصور كذا فلان، حشد حشد حشد، إذا يشوفه ما يسلم عليه، يكرهه، هاي توجب الكراهية، يكرهه. شو يقول في الجماعة الفلانية؟ ذولا عمايمهم إنجليزية، والتعمام تكنين. شو يقصد إنجليزية؟ يقول ذولا عمايمهم إنجليزية، ذولا الاستعمار يدزلهم فلوس، ذولا يأخذون من بريطانيا، ذولا يأخذون من أمريكا، ذولا يأخذون من إسرائيل. اتهام هذا وذاك بحيث يهيج الشارع ضد مرجع من مراجع التقليد، يشوفه ضد مرجع من مراجع التقليد، يهيجون الشارع. اجوا يعدمون شيخ فضل الله النوري رضوان الله عليه، وله من المكان ما له مكانة علمية، رجل مجتهد مسلم عالم. مسألة المشروطة وغير المشروطة لما صارت، لما الأكابر بعضنا يحشد ضد بعض، شنو ينتج؟ ينتج إعدام شيخ فضل الله النوري وجماعة من الشيعة واقفين يصفقون. التحشيد الأموي هذا، التحشيد اللي الأموي اللي دا نعيشه ويعيش في نفوسنا، يعيش في بيوتنا، نحشد ضد الجماعة الفلانية، ضد الجماعة الفلانية، دول التابعين للاستعمار، دول تابعين للإنجليز، دول تابعين لأمريكا، دول تابعين ما أدري لإسرائيل. هذا الخطط الأموية هذه.